بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحن ربا تعليق قومنا كبحيو خضر كمحاكم هاي الشيخ خالد ياسين مدوين كان نفتر كيس السعودي يعني صومالي انت بضنع يسود الدري سي فيسبوك يدي يوتيوب كان نحن يعني هي لغو مع يعني فافينا يي خضر كشيخ أولي هاي مركورت أن لقي سنة أولا كديرا أصول الله وانا إن شاء الله تعالى يعني تعليقية معنا You know, if you are insecure, don't marry a Somali woman. You know, because Somali woman is beautiful, they hold in the Quran, but they're aggressive. And if you can't handle it, guess what? Stay with something that's soft. طيب شيخ وحو ليهي يعني هي حضارا اسهبين اما قف اذك نين اذك حضارا اهين هقور سندو مركز صوماليات يعني يقول روح بدينهن قران كي وضانو الدين اليهن وحجابهن معناه ولا جيدو لكن هو اجريسيف ويري ودخل نفسا دقا الله ما دقا الديار وا معناها هذا الكاسي مركا اد فيريسيت وحبهنا دور الشيء ايا هورتا كيني اما سابوا محايا لي وحان ارنتان مركا ان مخلي دور قف او كردوان او الا اي اديك تضوى قف يعني هي حتى يعني هي قياس اهان ان 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 كدي يعني كو لو سد افر شن لح سديت سديت قف ايا الله الله نعم سديت قف ايا الله الله ان سديت اسي قف او ان معناها اس ويدي معناها ويدين اهان ان لا يحي معناها دمرك الصوماليات معناها الى قف كان حاسو لا يحي قف كان حاسو لا يحي وحو يقارن دقن كحاس كيسا قود أهان دمر كان الصوماليات قود أهان وان نقارنا رجع نسيد وكلا الصوماليات قود أهان وان نقارنا لكن مركا يعني هي باريت سميسو أياد واحد حكومين كرتان معناها وحن يعني هو صح وآخر مركا باريت سميسو إن ما ده إلا مثلا شيخة ما أو كنورا أم حاس أو أسجل لها أيوه محام كرها يعني هي وحو كجمعنا يا ومدة عسى الصوماليات tirada badan ee dumar koodi aad ku tirada badan ma taas oo macna ku jamcinaya ilaa umadna lama dhigi karo day aggressive ha don't marry a somali woman hagursan gabar somaliyeed they are beautiful they hold in the quran wa quruux badan yihiin quraanka ay haystaan oo xijaabiyeen dad diinta ku fiican weeyaan yani but they are aggressive aggressive macnaha wa dad khalafsan dakhan aan aqoon ama maxaan ku rahay dagaalama هذا فيرسو معناها ما دمرك هنا أنا سلاء سيدة خوف أن الله الله سيدة خوفات يعني هي لح كمدة هل ما لو تراعم لح كمدة لابو واحد هي واحد جرم ماها قبلها ما أجريسيف ماها نعم سيدة خوف واحد لقوم من زامي كرو وجران وإن كنت خوف بقول خوف كل دون لهلا سي وجران واحد لقوم زامه لكن وحن كوضع أرين جفتا جفتا حتى هدان لحنو أغريسي في الملاسي أن دينو هلما حوغا دومر كان أن حوغا ريحنو سبب كيف تاجفتا سبب تاوحي تهي أولا دور يعني إلا إيو أفر قضب أما شن قضب أنكسو كوضع يا وبه دي جفتا يعني وحن لينا هاي أمدول بوحي لينا هاي حمان إيواناك أي لينا هاي وهي أمد والبلا هذا هاي ضد مركاسي يعني هي معهم كل هاي وناك سنو جل سنو كالي أرقة إيه ضد أرق سنو أرقة قلب سنو دقالك كسوه الرئيو حمان معناها حنبال سن أي أمد والبلا هو يكون جلال معنا عيد والبالة خذر كمركا وحن لهنا أولا لخن كم معناها قبل هنا مركاسي أي 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 معناها كسو بربارين لخن كينا الصوماليات ولخن هذا دقو في ريسيت معناها رقية دمر بقلب سن رأي دمر با دخن جلاء معها معناها دخن قبل أي كسر بربارة يسو وحي سكدعين دخن نينك أو كسر بربارة وحي سكدعين معناها قبل نينك سكدعي نينك قبل سكدعي معناها مركز جوسة ثانية يعني مركز دخن يعني دخن أي كسر بربارة يعني أه معناها دجال أما 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 محاور هاي يعني خلف سنان أما محاور هاي يعني هي نبت قليل الآن iyo yoonan ka adkaan yoonan ka adkaan yoonan ka adkaan dhaqan noocaas oo kale ayaa awalan waxaan leenahay maxaan ku maadaama gabdhaha aan ka hadlayno hadda yani ay gabdhaha horta ku soo barbaartay dabcan ninkana wala qaba
مسؤوليتها لبس با يعني هي قبض عليه متى ده هذا ده كده أنا حلاني نمك أسكاري لبس محي قبض كل هذا مسؤولية ده نوع عصا قبض ده هو يسوي كريسة معناها يعني أخلاق ذي التربية ذي معناها أنت بدن كمسؤول أبا هو أبي جود هان إذا هذا إسكام خلايا وصول شخيرة يا أما محام خورها التربية ذا إلمها أنت بدن سامين أذك أنا خورها هين إلا ده سوي جستا سيدا درت هذا يعني وحي كبر بارين إسا خويا ذا قبل ده وحي كبر بارين إسا أما قبلها وحي كبر بارين إسا ودرس معناها يعني ما موينك كرئي ومحام خورها دمرك كرئي كم خلايا معناها قبرات هاي وحس وحس مثل ما يكره قبرات هاي سنانات هاي قبرات هاي يعني قبرات هاي قبرات هاي قبرات هاي قبرات هاي أو قبضني مركز الوخل بالجبينة أيوه أو لقد إجاي معناه يعنيه وحنا وحساس أهين أوكي قبل أين ويلا شو حصل ديالسا وريا وراك هذا ويل أيه كوين أيه وح هايدي أين لهذا هاي وصل دياري ما هو عنوى ما أنت أيه ذا هبل أيه مع وفرس يعني لكن كان نوع السكر أي قبل نقصه بربارتي أو أه ويل كنا نروح بقبسن أي قبل أنا وح أقبضته السقى خف وين أه إنه معناه ده كيسة حبيسن روس مايو السقى خف وين أه إني عليه أرابتي أما محاكم كل هاي وحكم علي لقى هذا ماشى عن طلع الصو جرو الصو قف وينه هاي دي أيه وحيسابه نقطه أما حي عقلية داس يعني قصة برباريسو عرورتن طيب قبضنا مركا إلا أنت يسوق ريسي وحي مقلي سوا محي مركا لمن كوا لسكت عياه ها مسؤولية كسران وما حي قبر حداتها يعني مسؤولية كسران وحيتها هي يعني هنا عنتدي سأي ينظف دي جوري جاي وحي لم يتكئنات معناها يعني أت حيسو أت معناها إسك مرسارت يعني أت مرسارت معناها نينك يون سنكي سو حن معناها أورين نينك يعني محام كره لبس في عن أو محام كره إركي سو أنا أخ بيسا نينك يعني على وجه سو إني بروح لا ومرها سي وح أنت بدن لقصوا لسي أوكي جامرك قبضن معناها أما قفتن يعني أنت بدن تربية هذا المرك ما إين جرين وحبيرات يعني كسر سن يعني عامل وناكسن لحمري كرايا أيد إني كذا معناها عامل يعني أما 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 دقن وناكسن إنه لحمري كرو ما إيسن يعني دقن كحون هواء محي دقن نوع السكر الوسو بالبارية خلف سنان طيب واحد دير قبضنا هل أما الله يسدح يأفر إيشان وإذا ليسا أنتو إلهي سيئ لليسا سومالينا وحيو أرقتا لليد معي محي وحيو أرقتا وحيارا محان كلها يعني لخن كي كمد أو لغفانو أو يعني تاسو مرك خاركي سهديسا علمي اسنين محي لرسولك عليه الصلاة والسلام مركو لي يعني تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يعني قور سلا تزوجوا الولود الودود مدة بلدة بدنة جعل كبدنة نحريس كبدنة جرع سنة كذا فإني مقاتل بكم الأمم أم الله إني كبر سنة يا مرك أولي هاي يعني هي معنى هذا واضح معنى هذا ما أحن إنا دون تسكتل أو كدمة يعني أذية نفس الدعوات إلا وذي يعني عروتي إلا وذي عروتي وحمة قرن كريس معناه واحد دوران مهلي كران حيري معناه دخالك وقف في المهي صارها مثلا صارها يعني هي معناها معيار سين كريس أو جعل كي محاكر هاي يعني هي عيار سين أما لا شيء كيس شو ماشي مجلس تصارهم مثلا وحدو إيمان يسا سيدو كري يعني هي دور كي وارد نما إيه محاكر هاي علمي يعني للربي إني أقول رح مرا يعني هي ماشي كمجلس كمنجلس كرايو محا يعني كان إل سكاس إيكاس قيلوا ذي أوهين تو ضايع محاكر هاي هلا كان إيه كان إسكول جين تو ضايع هلا مر قبلي ويدارنت نفتك العيسى هبين كي مركز قبل دار مركز يقولي كي هبين كي اللي قاره أي ضه هذا الدار كان ضعضي أي محنك راه هرم ما يسكت وريسا سبيكي سوك عيسى هذا ما كان أردك يا بالله وانا يا وحنا نرش عن كهلا واحد هنا نرش قربها عن كهلا يا نرش سومالي أنت بدنا كم هلا يا نعم دخلنا سكوب لنا كهلا نحيد طبعا لكن وحنا أرجع إلى نرش عن كهلا هذا ما يشان مركز قبل إنه عسى هذا مركز وحنا لغيره مركز نين أجنبي إني بورشته إميسا ويبدأهن دمر بدن الصومالي نين أجنبي قا نين كان أجنبي كا expectation كيس أم وحيلا ورجينا يو وحويان ويران وتي معان كل هاي يعني هي أسرع ويقاني أما دخن كوا ذا أسرع وجا تاسو كلا ورجينا يا معنى expectation نوع عسو كلا وحيلا عسو فينا يا ميسا وحولو كل ما يوان محي قبل كده خندون
بل مرق غير كيسة معناها يعني معناها أما بدنا بعيب وأركت إن نين كذا أيضا دم على يعني نين كذا إن أيضا لا تسته أما باهلي هذا محاكور هاي شهوة جلك معناها يعني وحي كسر صنع إن معناها نين كذا لقيب سته أما معناها عيب وأركتها قف كان وقف أجنبي وحي لها سوى حلاقي إنه نورمال ويهين ويا باي مرق مدرك وقف صنع يعني وحليه ورسي وحجلا والحكاية صوغ الشيء قفتان في قرآن كهيسي وقروح البطنيه وقدين كرة علي ما حيث هاي يعني أوفيس معناها ما لو حكا إيمانا يمرك فيسو لكن إنك صومالي قال إنت النورمال إلتها ما حاوكو صوغ برباري أو يقالنا ها أو يقالنا دمر كان معناه يعني هي محاكور هاي وحلاقية با إنه أسرى نكرة تلو تصالها مثلا أيضا سورة تصالها يعني ويدع على إني أيضا سورة تصالها لكن وقف تصالها يعني ووح الله قصدي معناه إني يسدي ذوق لأنك مثلا ووح جلاء منك أوار كاي وح نورمالة ها أنت صار لحظة دمرة حق إدارة غير على محاكور أنت صو إلما ودخل جلاء دخل كاسيمر قف كان وكان حليه ما بقى قبل وعقوس راح رحيل كتاب كان حجاب كان إيو يو 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 قرحة أساس سرتي مفهمي سا محايل دخن كان أرك لما خبصن كرايو دخن وحور رجل عسرو يعني أيو ربايا سيدا ضبط هذا مزومك الصومالي أنا سا ما يماهن لكن سيدا دخن كان أوبا ذي هن كهل دينا مركا مركا قبل أنا واحد لي تاسي قد هل انتهي مري عروتي سكور ولا أرضي سمالي قولي قنا دافتي سيكون جرت مر محانكو هاي يعني هي يعني عمتر كرنتي هبنتي يكون جرت يعني مر دخي يعني و معناها وقف آدي آدي يعني صبحي إلا هبينك دلال كجر تويا قف كاس قرم أوليه إنو داره أو أغريسيف نخضه محايا إلي عديق الرق هان مركا أد فيريسيت الشخاضة مركا أد كإماته أو أد قريغ السوق الشو مركا خالكي سوحاد عيس إنها ذن ربين حتى إنو قلهض مرت إنو قلهض سريت إله إتوصل ليرا سريت الإيمان يسا إسكالطور يسا إسكال بحين يسا الله الحمد لله ilmihi adiga dhashay aadan rabi kareen mise aadan rabin inay xataa aad ma xoshocod kooda maxaa macna waa daalanta marka daalku wuxuu keenayaa waa maxay qofka inuu dabeecadii xataa bedelanto daalku wuxuu keenayaa inuu qofkan dagaalamo daalku wuxuu keenayaa in qoftan xataa arimihi in ka dhixiyay xagga sariirta macna inay meesha ka baxdo aslanba maxay qofkan uu daalay tan way daalanta dumarkeena ma nastaan inta badan marka jaa yaani xataa hadii xataa arin macna shahwaan qofkan uu xataa dareemi kari lahaa tusaalahaan معنى وحا ماشي خسارة يا وامحي دال وهاد دالنيا قف كان وحو رواجر كيس إنو نستو نستو بهاي بل اسكود دي بل إنو مالين لبا مارموت آد نستو انتا عمتلا دي نظافت دالي حلم بل انتا وحا بيستو كديون فرنجير كاكشتو اسكود دي بمالين تا حكتا إيمالين تا كو حكتا كاري معنى نستو إنو سميسو آد نستو مال آدم بحين كوري هذا آد معناها مرنا سرير تآد جوكتو مرنا كوريسي آد كوفا ليستو إن هذا كتاب خادو أما موبيل فيريسي وحي لم يتكأما هاني إن هذا نهول كالي آدم بقول رح لها خينو تقبطو ومعناها أو يعني جسمي آد وحسمي بل إسكود دي وحكسو بحنا أرق بل نتيجة ذا فيري ناس الشادة نوع عسوك الله إمو دبي عاد هانا إسود بدريسا جير هانا إسود بدريسا دلين هانا إسود بدريسا يعني وحبضانا سوكر آية مركت كاو حان لينا هاي وإن لفيريا مدة كالي و أستغل نفس الكيسة علاد أه دبعا حاجة قدنينك و يعني علاد كالو مركة الجيسة يعني أو قبلها يعني مركة أسيب مثلا أنه يعني هي رمان ما أهم لكن سيد اللو بدأي هاي محي المرور بحان كهل لينا وام محي سيد اللو بدأي مرور بكهل لينا مركة وحان كالو كدر لينا مركة قدنينك يا سيد أخر علاد كالا ها مركة وحان يليكو لخنكي أو قبل سيدي أدركتين محاكور هاي أسوى بهدلي أما محاكور هاي أسوى برباري تاسو لما مر اي لغا يابا اني سبب كتهي هويدا او اسلا غبدي نفتر كيدا اني غبدي معناها تستي يعني اما كو سو برباريسو دخن كاسي قلبسن ادك ويلك انو مرو بيه يعني ميدكا سريه اما ميدكا عنتدا لو او غرو اي وخي لا ميدكا انكاسو موضوع كلو ارنتاسي غارا ان كان دونو طبعا كاسي كويد لابو انا ساشادا نيري سدح قرورتا نيري مخان كور هاي افر غنينكا انت مارك ان فيرين وخان دهينا شيخ خالد هذا الكيسة وحنا ويكجلان وحنا كمجلان وحنا كمجلان ودمر كصومالية رماء وحنا ويكجلان ودمر بضمر صومالية راء سببتك أنت المحاني دي وقوان هدى عن شعرني ما اسكود دي كرتا مركا أريق أنا دباق ضوحي هدى أثان لخن كأريقا أريقا إنا أريقا بدشو خويا أهان إنا عروت هذا
aad bartada naxriis iyo maxaan ku dhahay yani dibic sanaan iyo jilic sanaan inaad barto gabadha khaasatan wiilka khaasatan korriinkooda aad ka dhigto korriin siman wiilka gabadha kama sarreeyo gabadha wiilka kama sarreyso yacnihi ma ahan kan inuu macnaha kan cunto u diyaariyo kanna uu fadhiyo kan inuu guriga hagaajiyo kanna uu fadhiyo macnaha in labadaba yani ay ibni aadan yihiin daali karaan nasan karaan adiga hooyo ahaan ma bilaabi kartaa ma bilaabi kartaa sidoo kale yani maxaan ku nahay in aad nasato isku dayso inaad macnaha maantoo dhan aadan ku jirin jika iyo nadaafad aadan ku jirine bal inaad isku dayso inaad nasato fariisato dabadaa dhul ma dhigi kartaa ma fariisan kartaa haddaad keligaada tahay hadduu odaygaada kula joogo intaba yani inaad iscaawisaan oo aad yanihi nasashadaasi gabadha ay hesho sidaa mala samayn karaa sidoo kale macquul ma tahay maslaxad hadday ku jirto caafimaad dhib yani maxaan ku dhahay qurbaha iyo xaaladihiisa in caruurta la kal yareeyo macnaha la kal fogeeyaan ula jeeda ama la yareeyo macquul ma tahay ogow marka aan sidaa leenahay marka aan waddankii joogno afrika joogno la mid ma ahan qurbaha aan ka hadlayno waa adduun boqolkii boqol ka duwan sidaa darteed haddaad afrika joogtid aada videogan fiirsanayso oo kale ha u arkin yani wax adiga ku sameynaa ama ku quseeya meelaha qaarkiis aan ka hadlaayo qurbahaan ka hadlaynaa gabadha yacnihi ilmaha waxaa looga qaataa mararka qaarkiisa inay daneen weyso daal iyo rafaad ay ku jirto darteeda sidaa darteeda halaad dhashay waa laga qaatay muxaadaraadkii hore adaad fiirisid labaad dhashay waa laga qaatay saddex dhashay waa laga qaatay afar dhashay waa laga qaatay ilmahaad u dhadalaysa gaar inay qaataan ursadaan marka ma isku dayi kartaa ilmaha haddii ilaahay wax uu ku siiyey yacni inaad horta joojiso ama aad kala dheerayso macquul ma tahay ila maslaxa ku jirta marka aad qurbaha joogtine qodobka kale waxa weeyaan mise waama sheegay inta dhammaan qodobada in sha allahu tacala intaasi bal aan tijaabino aan fiirino ilaahay idinkiisa si aynan u dhicin maxaan ku dhahay inaan ku sifowno xumaan diinaan nagu yaqaanaa nadaafadaan nagu yaqaanaa quruxaan nagu yaqaanaa wax badanaan nagu yaqaanaa wanaagsaneh dhinaca aggressivekana xoogaa yar wixii ka jira inaan macnaha aan tuurno insha allahu tacaala ilaahayna subxaana wa tacaala dhammaanteena khayr hana waafajiyo hana naga dhigo kuwo maxaan ku dhahay jilicsan rag iyo dumarba insha allahu tacaala wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.